بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا فإذا هي شاخصة في مناطق ربما لا يعرف الإنسان أين هي على الخريطة. وأنا سعيد بهذا التداخل أو بهذا التقارب. وسبحان الله، نحمد الله على نعمة الإسلام الذي جمع بيننا على غير أرحام بيننا. يا سلام. جميل. جميل. بداية نقف عند الاسم عمر عبد الكافي. ماذا أم عمر ماذا عبد الكافي؟ عمر عبد الكافي يعني أحب أن أقول خادم من خدم الدعوة، ذرة تراب في بناء الإسلام الكبير. أنا يعني بفضل الله يعني مصري عربني الإسلام، صعيدي النشأة، نشأت في أسرة يعني من الأسر المعروفة التي يعني أقول دائما كل أسرة متوازنة تجد أفرادها ينبتون بفضل الله نباتا حسنا. ونحمد الله أن رزقنا رب العباد هذه الأسر المتوازنة وهذه القرى المترامية في بلادنا العربية والإسلامية. ولا أقول أن أنا أختص بشيء معين، ولكن أقول كل بلد مسلم وكل قرية مسلمة وكل مدينة فيها يعني مساجد يذكر فيها اسم الله وفيها أهل الخير تنبت نباتا كبيرا. ربما ساقط الأقدار إلى أن أوضع تحت الميكروسكوب أو تحت شهرة معينة، لكن كثير من سواء من علمائنا الأجلاء الذين علموني شخصا وعلموا من في جيلنا، وسواء الذين يخبعون الآن في كأنهم الرهبان في صوامعهم يعبدون رب العباد، بهم تهبط الرحمة علينا. نعم. يعني فضيلة الشيخ، أنا أتعمد من هذه الأسئلة أن نقف مع السادة المشاهدين في وادي التقرب مع الفكر الخاص بفضيلتكم، ولا سيما أن موضوعنا في هذا الشهر الوعد الحق بين مؤيد ومعارض. هنالك من يرفض هذا الموضوع، هنالك من يقف منه موقفا محددا، وهنالك من يؤيد هذا الموضوع تماما. فيطيب لنا أن نتعرف على الفكر. نعم. وجزء من التعرف على الفكر التعرف على الشخصية. نعم. صدق. جميل. صدق. حضرتك أكاديمي النشأة العلمية، تخرجت في كلية الزراعة، كان الدكتوراه عن ماذا؟ هي كانت عن أحد الديدان التي تفتك بمحصول القطن في مصر. نعم. اسمها دوت الدوز القرنفلية. وفتكت. يعني ربنا يعافينا من كل آفات المجتمع. نحن الآن نقاوم كل الآفات التي تريد أن تعصب بمجتمعنا الإسلامي. نعم. وهذه الآفات أخطر من هذه الدودة. طيب، يعني يقال وراء كل عظيم امرأة، فماذا عن الأسرة الكريمة والزوجة المسلمة؟ لا، أنا وراء كل عظيم يعني أسرة متوازنة بعد فضل الله ونعم بالله، لأن الله قسم الأرزاق وقسم الأخلاق وقسم المنح، وهذه منح من الله سبحانه وتعالى أن تنبت في أسرة لا ترى رجلا يرفع صوته على زوجته أو العكس. تجد أسرة متوازنة، بيت مفتوح لكل من هب ودب في ليل أو نهار، لا تستغرب وجود أي ضيف في البيت في أي وقت. كان عندنا في القرية من ليس لها أب فعرسها في بيتنا. يعني إتمام العرس يكون في بيت في البيت عندنا. نعم. فبالتالي أنا نشأت وجدت هذا يعني أب بهذا المنطق. أم لم أراها إلا على كتاب الله قارئة، يعني أمامها المصحف مفتوح دائما، سبحان الله، شبه متفرغة لأن تقرأ في كتاب الله. نعم. لم أسمعها مرة تغتاب أحدا. فبفضل الله عز وجل من هذا التوازن الأسري الله عز وجل يسر. ولي إخوة أفضل مني بكثير، أنا أقلهم شأنا، يعني نبتوا في هذا البيت. أيضا حاليا بفضل الله عز وجل من الله علي بالأسرة المتوازنة التي يجد راعيها أو رب الأسرة منشغل كثيرا بقضايا أمور المسلمين الدعوة. أمور الدعوة وأمور الدعوة يعني لا يعرف الحب إلا من يكابده ولا الصبابة إلا من يعانيها. فمسألة الدعوة وهمومها لا يدركها إلا القليل. أن فجأة أنت كالطبيب تستدعى فجأة لعلاج مصيبة بين زوج وزوجة أوشك البيت على الانهيار.
تجلس ساعات طويلة لتحل مشكلة ميراث بين أفراد أسرة مشتبكين سويا، فأنت تهدئ من روع وتتحمل أذى هذا وأذى ذاك، تتحمل الاتصالات التي ربما يخوض أحيانا أحدهم فيك ويقول أنت كنت السبب في مشكلة كذا مثلا دون أن تدري ولا تعرفه من. ف يعني لولا أن هناك يعني بعد الله ظهر لك في بيتي، فحقيقة الأمر أن هذا متواجد. فأنا بفضل الله بعد يعني يدعو الله ليلا نهار دعب، فأن أفرغ جزء من وقتي بسيط، وهو بسيط طبعا، إلى الأولاد بحيث أن أنا صديق لهم، أنا صديق للأسرة كما أنا صديق وأخ لكل إنسان يقول لا إله إلا الله. يعني الزوجة تعلم مهمة الدعوة، ولا سيما أنها من بيت الدعوين، هي من بيت علم جدها رحمة الله عليه الشيخ محب الدين خطيب، أحد يعني أرصدتنا الثقافية الكبيرة التي ظلمت في الإعلام العربي والإسلامي. بارك الله فيك. كم ولد وبنت عندك فضيلة الشيخ؟ والله عندي ثلاثة أولاد وبنتان، يعني عندي بالترتيب كده أحمد، هدى، ندى، بلال، عمار. ما شاء الله. سمعنا كثيرا وقرأنا عن إجلال فضيلتكم لعلمائك الأجلاء، ولا سيما منهم الشيخ محمد الغزالي عليه رحمة الله، والإمام محمد متولي الشعراوي، وهم كثر ما شاء الله تبارك الله. كيف تفسر هذا الإجلال وكيف تقيم هذا الإجلال من قبل المريد للقطب أو للعلامة أو للشيخ؟ أنا رأيت بعيني رأسي صغيرا، وإذا أنا رأيت كيف أن علمائنا الكبار كيف كان الواحد يحترم عالمه، العالم الذي رأيت هذا الأمر، رأيت كيف يجل الشيخ الغزالي الشيخ الشعراوي رغم اختلاف الفكر عند هذا وعند ذاك. فأنت ترى رأيت هذا عمليا وتعلمناه فصار ملكة. وأنا أرى أن أي إنسان يقدم للناس خير لابد أن أجله ولابد أن أحترمه. جميل. فضيلتكم دائم السفر إلى أوروبا، فقد جبت العالم شرقا وغربا، أليس كذلك؟ نعم. في مجال الدعوة. هل الشباب الجديد أو الجيل الجديد في أوروبا يعرفك حق المعرفة كما عرفك الجيل الذي سبقه والذي سبقه؟ بفضل الله سبحانه وتعالى، هذا من كرم الله. وبعدين القضية ليست في المعرفة، القضية أننا نعرف الدين للناس. فنحن كلما أكرمنا دين ربنا أكرمنا الناس يعني بما لا نستحق، لأن الله من كرمه ستر عيوبنا على الناس، فما رأى الناس فينا إلا خيرا، فهذا من كرم الله أولا وأخيرا، ليس لخيرية فينا ولكن لكرم الله علينا. جميل. ونعم بالله. فضيلة الشيخ، عرفتم بالدار الأخيرة في منذ عام 1972 وحتى الآن، وتخصصك في الدار الأخيرة تحديدا، بالرغم من أن أسلوب الترهيب لا يقبله كثير من المشاهدين وكثير من الناس من المسلمين أنفسهم، لماذا تخصصت في هذا المجال لدرجة أن قرأنا مثلا عن أمور تتعلق بالدار الأخيرة، يقول الشيخ محمد الغزالي عليه رحمة الله اذهب إلى ابننا عمر عبد الكافي واسأله في الدار الأخيرة، لماذا هذا التخصص في أمور الترهيب؟ لا، هو ليس الرسول صلى الله عليه وسلم بشير ونذير، مبشرا ونذيرا. آيات الرحمة تقريبا 213 آية، آيات العذاب 213 آية. نعم. الجنة 157 مرة ذكرت، 158 مرة ذكرت، النار 158 مرة. فلذلك أغفل، لا أغفل جانب الترغيب مع جانب الترهيب. ولكن الناس ألفت في هذه الحياة مع دعة العصر، ألفت ألا تريد، لا يريد أحد أن يكلمها إلا في الترهيب، فيما يرغبها. يعني في الجنة فقط. طب والنار؟ يعني سبحان الله العظيم، نقول يعني ربنا يبعد عنها ان شاء الله يا رب، لكن لابد ان ادرس انا عندما اشرح ايات النار في القران وفي ما ورد من الاحاديث، ما الذي يجعل الانسان لا يذهب اليها؟ يعني ما الذي يجعلني النار ده اصحابها؟ صحيح. كيف اكون من غير اصحابها؟ هذا هو الشرح. وكيف اكون من اصحاب الجنه ايضا؟ كيف اكون من اصحاب الجنه؟ نحن لا نتكلم عن الجنه كلام اكاديمي ولا عن النار كلام اكاديمي، نحن نتحدث وفقا لكتاب الله، من انا وكافر اليتيم في الجنه كهاتين. تعالى نتكلم عن فضل اليتيم، عن مراعاه اليتيم. تعليل فضيلتك لنفور كثير من الناس من جانب الترهيب في الدعوه الاسلاميه. لا، يقولون هذا شيخ يراهب، هذا يراهب، هذا يراهب. والله بعض الناس ياتي بالترغيب، وبعض الناس ياتي بالترغيب. الله عز وجل أمر كليمه أن يراغب فرعون عسى أن يهتدي، قال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذا إنسان وصل إلى قمة الطغيان
فكان لابد أن يعني سبحان الله يعني يرغبوا في رحمة الله عز وجل. نعم. لكن فيه ناس الله عز وجل يبشر المنافقين، لأن هنا هذا ترهيب، لأنه إنسان علم الحق وأنكره، ربما الثاني لا يعني لم يعرف الحق بعد، فنرغبه. ففي ناس ترغب وناس ترهب، والقرآن قائم على ترغيب وترهيب. لكن سؤالك محددا، لماذا ينفرنا؟ لأن الناس لا تريد إلا أن إيه؟ أن تصف نفسها بالخيرية، فذلك لا يجب أن تتحدثها إلا عما يرغبها. لأن كما قلنا في الحلقة السابقة، لو قلت لفلان هل تتوب في رمضان هذا؟ يقول عن ماذا؟ هذا من باب الكبر الداخلي، فيظهر في فلتات لسانه كما قلنا. نعم. فهو يظهر لأنه عن ماذا يتوب؟ فإذا كلمته عن النار يقول أنا مالي، أنا مالي بالنار، وكأنه ليس يعني يعني سبحان الله. عمر الله يرضى عليه كان يضع إصبعه قريبا من النار عندما تطفي زوجته، ويقول يا ابن الخطاب ألك صبر على مثل هذا؟ هذا الإنسان الذي شهد الرسول له بالخيرية كان يخاف أن يكون من المنافقين، وهم أشد الناس عذابا في النار في الدرك الأسفل. أستحلفك بالله يا حذيفة أسماني لك رسول الله؟ فالمسألة هنا يعني ليست، والله عز وجل خلق لكل مخلوق مكانا في الجنة ومكانا في النار، لكل مخلوق، لكل مخلوق. فنتقى الله ذهب إلى الجنة وورث مكان الكافر فيها. هم الوارث، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس، هم فيها. سوف نأتي لهذا الميراث الحقيقي. ومن يذهب للنار أيضا يأخذ مكان المسلم الذي يذهب إلى الجنة. وإذا طلب منا أن نوقف البرنامج مثلا أو ألا نتحدث في جهنم وأهوالها كثيرا، والله يأتوني بنسخة مصحفية ليس فيها عن النار شيء وأنا أتوقف، لكن القرآن فيه جنة ونار، فيه رحمة وعذاب. بارك الله فيك. نعم. فضيلة الشيخ، عرفتم فضيلتكم منذ عام 1970 بأنكم لا تقومون بالتحضير لخطبة الجمعة، وعرف عنكم أيضا أنكم تحضرون جيدا للحديث في الدار الآخرة. نعم. فلماذا؟ هو الموضوع الوحيد الذي أجهز له الحديث عما بعد الموت، لأن ما ذهب أحد وأتى ليخبرنا، وليست الأمور هنا اجتهادية. نعم. ليست أمور اجتهادية، وإنما الأمر هنا قائم على آيات من كتاب الله ونصوص صحيحة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما صح عن رسول الله. فهنا الكلام ليس فيه اجتهاد، لا أقول أصلا أنا أتصور أن عالم البرزخ كذا، وأنا أتخيل أن لا ما فيهاش تخيل، ومن هنا يأتي إنكار المنكرون له. الله يرضى عنك. لكن القضية ليست تخيلات وليست شروح وليست مبنية على عقل، حقائق، لحقائق من الكتاب والسنة. وعذاب الجهنم والنار حقائق من الكتاب، وسوف نرى كيف أنها حقائق قائمة. هنالك من يقول أنت لم تذهب لترى الصراط بأنه أحد أرفع من الشعر وأحد من السيف. عظيم عظيم عظيم. والله عينا رسول الله ولسان رسول الله أفضل من عيني وأصدق من لساني، وهو لا ينطق عنها. فعندما قال هكذا، وأنا أقرأ كل يوم على الأقل 17 مرة، أي يعني أمارتين كبيرتين مما بعد الموت، ولمالك يوم الدين لتذكرني، يعني الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أو مالك يوم الدين. فإذا هذا أمر عن عما بعد الموت. هذا أمر اهدنا الصراط المستقيم، من هدي الصراط المستقيم في الدنيا يسير على الصراط يوم القيامة فينجو. يقولون إن الأخبار التي نقلت إلينا لتحدثنا عن البرزخ وما فيه أخبار آحاد. الآحاد نعم قد لا يؤخذ بها في مجال العقيدة، ولكن الآحاد قد تقويها آثار أخرى، ولكن سوف نري ونشرح للإخوة المشاهدين والمشاهدات نصوصا واضحة من الكتاب والسنة موثقة على الله، وذلك وجب التحضير في هذا. لكن إلى الآن أنا لا أحضر، لا عندما آتي إليك في هذا ديننا ولا في غيره. الدار الأخيرة منذ ما يقرب من 35 عاما، ما الجديد الذي يكون في الوعد الحق لقناة الشرق الفضائية هذا العام؟ النصوص كما هي. نحن عندنا محمد ابني محاور ثلاثة، أو يعتبر في مثلث ذو رأس وقاعدة. نعم. تمام. هناك نص. نعم. وهناك واقع، وهناك إنزال الواقع على النص. نعم. النص على الواقع. نعم. يعني هناك نص وواقع، ثم المحور الثالث إنزال النص على الواقع. النص على الواقع. كل العلماء يعرفون النصوص. نعم. وكل العلماء يعرفون الواقع لأنه يعيشونه، ولكن ليس الكل يستطيع أن ينزل النص على الواقع. فقد يكون نصوصي النزعة يتوقف عند النص، قد يكون ظاهري المذهب كابن حزم فيقف عند ظاهر النص. لكن نحن في الجديد فيما نقدمه في الوعد الحق أن واقع الأمة تغير في الثلث قرن الأخير. نعم. في 30 عام الماضية تغير واقع الأمة كثيرا،
والتغير أصبح سريعا. نعم. أصبح رتم التغيير سريع والناس أصبح الغفلة فيها أكثر. يعني أصبحت الغفلة نتيجة التقنيات الحديثة. أصبح زمان كان الناس إذا جفت أو يعني قحطت الأرض من عدم هطول السماء يعني يذهبوا لصلاة الاستسقاء. نعم. أما الآن إذا انقطع الماء يقول لك قانون ندرة الماء قانون كذا ونشغل نفسنا بالقانون ونشغل نفسنا بصلاة الاستسقاء. فبالتالي مع التقنيات الحديثة أصبح العالم الآن يستطيع أن يعمل أمطار صناعي مطر صناعي لبعض الأماكن التي لا ينزل فيها المطر وأكدت أن تهلك الزراعة. نعم. فيظن الإنسان أنه استغنى بعلمه عن خالقه. فنحن في الوعد الحق سوف ننبه ونوقظ الغافل وننبه الذاكر ونعينه إن شاء الله وبإذن الله رب العالمين. ثم يعني إذا كان رحلتي لمدة أسبوع أخذ الزاد الذي يكفيني أسبوع، وإذا كانت الرحلة لمدة شهر أخذ ما يكفيني لشهر. طب وإذا كانت الرحلة لا نهاية فماذا أعددت لها؟ هذا السؤال. هذا هنا ما هو الزاد الذي سوف نأخذ؟ يعني أول الأسئلة المتواردة لنا جميعا مع الإخوة الزملاء الدعاء والعلماء، أول ما يموت متوفى في بيت، أول ما يموت ميت، أول يا سيدنا الشيخ اللي يصل له، هل قراءة القرآن تصل؟ هل الذكر؟ هل الصدقة الجارية؟ هل من مالي؟ هل من مالي؟ طيب بدل من كله أنا أقدم رصيدي أنا بنفسي، فلا أضمن ربما ابني بعد موتي يذكرني شهر شهرًا ثلاثة، إن كان بار سنة سنتين، بعد يكبر يتزوج يشغل بأولاده، يا أبويا الله يرحم أبويا، يذكرني الإمامة سبحان الله. لكن نحن نريد أن ننبه أنفسنا أن يعني نذكر هذا المشهد يوم القيامة عندما يقول يعني يا بني، تقول الأم يا بني كان بطني لك وعاء وصدري لك سقاء وحجري لك وطاء، فهل من حسنة تنفعني في مثل هذا اليوم؟ يقول يا أمه أنا أشكو مما أنت مني تشكون، أليس عندك أنت من حسنة؟ يوم يفر المرء من إيه؟ أخيه وأمه وأبيه وصاحبتي وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن، ما هو الشأن؟ عمله في الدنيا وجزاؤه في الآخرة. فنحن نريد أن نركز على هذا، هذا ما سوف نوضحه ونقدمه كي نتنبه، لأن الناس شغلت عن الله عز وجل، شغلتها النعمة على المنعم، شغلتها الدنيا عن الآخرة، شغلت يعني قالوا شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، ما عندهمش وقت كمان يستغفر، يعني أعطيك توكيل للاستغفار عشان أنا مش فاضي أستغفر، ما عنديش وقت، هكذا قال بنو إسرائيل. فإحنا يعني الآن ربما هذه النغمة تتصاعد في هذه الآونة، كثرة الأعمال والأموال والسفريات والتجارات والاقتصاديات، شغلت الناس عن الله. يعني أصبح الآن يشار إلى الرجل بالصلاح عندما نكتفي أن نراه في صلاة الصبح في المسجد، هذا الرجل من الصالحين. يعني نجلس في المسجد هكذا فقط ونترك الأعمال؟ هو يصلي بس، يصلي وينفض، يعني إذا قضيت الصلاة حتى الجمعة وهي فريضة تنتشر في الأرض بس، لا تعطل دولاب الحياة. الآيات الآخرة في هذا العدد آيات سبحان الله، عبادات 110 آية سبحان الله، القرآن آيات تعبير لإعمار الكون ثلث القرآن، فإعمار الكون بس من داخل نظرتنا للآخرة. آيات العبادة 110 آية فقط في القرآن، فقط في القرآن كله، وإعمار الكون والعمل الحياة أكثر من 2000 آية ثلث القرآن. الله أكبر. طبعا لأن إعمار الكون يختلف عن من يعمر الكون ابتغاء مرضات الله، وعن من يعمر الكون لكي يستولي على الكون. حتى الكلام في النار صعب لا تطيقه النفس جدا، لأنه كلام لا يرد للإنسان. أن لما سوف نشرح للإخوة المشاهدين والمشاهدات عن الغسلين والزقوم وده شيء الطعام والشراب واللباس، لا تخيل إنسان لأنه كان مفتري في الدنيا. أصبح واحد يقول لك يا أخي ربنا غفور رحيم لمن أراد أن يرحم يا أخي، ده في ناس بتظلم الناس طوال حياتها، في أنا أعرف والله أناس رجال ونساء مظلومين على مدى 50 سنة من حياتهم، من يعوضهم يا أخي؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن أراد أن يستغفر. لكن في ناس بتصر، في ناس بتنكر وجود الله، في ناس بتنكر الدين، في إلى الآن مسلمين يقولوا ما فيش شيء اسمه حجاب للنساء. يعني يا أخي يرد الأمر لو قال له مدير شركته أن الشمس أصلا تشرق من الشمال مش من الشرق لقال نعم. لابد أن الحديث عن النار حديث صعب، ولكن لابد من تضل أنه في كتاب الله. عمر بن عبد العزيز كان يأتي بالعلماء كل ليلة، ويبدأ كل عالم بعد أن ينيم أحدهم بينهم، واحد ينام في مجلس عمر مجلس الحكم، ويتحدث كل واحد عن مرحلة من مراحل الموت، واحد يتكلم عن أن ملك الموت جاء إليه الآن ليقبض روحه، تفاصيل
بما عنده من علم كتاب وسنة. الله أكبر. ثم الآخر يتحدث عن أو دخل البرزخ في القبر ويتحدث عن ما في القبر. الآخر يتحدث عن هبعث. يقول كنا نقوم من مجلس عمر كأنما بعثنا من قبورنا. يا الله. يبقى إذن القضية أن إحنا لابد أن نذكر الناس بما بقى. يعني أنا فجأة سوف أغادر هذه الدنيا. طب ماذا بعد؟ هذا التساؤل. بس. فأريد أن ننبه على هذه القضية. خطير هذا الكلام. نعم. وذلك هو من أصعب الموضوعات. النار. ودركات النار. والعياذ بالله رب العالمين. ربنا يعيذنا وإياكم المشاهدين في هذا الشهر الكريم منها. ولذلك أقول يا الإخوة والأخوات في بداية الشهر الكريم فرصة قيلة الشياطين فلا نكن نحن شياطين. لا داعي أن نكون نحن شياطين. الدنيا غالبة يا شيخ. لضعف الإيمان عندنا. يعني ماذا يقول على هذا تربينا. معلش كما سوف نقول ما قاله الأولون إن وجدنا أباءنا على أمة. أنا توقف وإلا لو سار الصحابة على ما سار عليه آباؤهم لما آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ربما لطبيعة العمل الموجود الآن. لا الإنسان يجب أن يبحث دائما عما ينجيه يوم القيامة. نعم عما ينجيه يوم القيامة. حتى في العمل في كل شيء في كل حركات الحياة في التعامل مع الزوجة مع الأولاد مع الجيران في كل خطوة ما الذي يجب أن أقوله ما الذي يجب أعمله يعني أقيس. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا يفعل. هذه الضرورات يقيسها العلماء ولا يقيسها صاحب الضرورة فإن صاحب الحاجة أرعم. يعني مدير في مؤسستي عليه أمر ما ربما يكون مخالف للشريعة هو مضطر لتنفيذ هذا الأمر ضرورة. لا عليه بفقه الأولويات وفقه الموازنات يسأل أهل العلم لأن المسألة يا أخي كل مسؤول في العالم له مستشار إعلامي ومستشار قانوني ومستشار مالي حتى صاحب المؤسسة البسيط له مستشار قانوني يرفع القضايا وكده ما وجدنا مستشار ديني يقول له هل هذا الموضوع حلال أم حرام ما وجدنا هذه مصيبة إيه وكان الدين لا يهم يعني ما نحتاج مستشار في الدين لا كلنا نتحدث في الدين معلش كلنا مستشارين دي مسألة أخرى خلاص حلت القضية وربنا رب قلوب ربنا رب قلوب وقلوبنا لو رأينا لو نظرنا نحن لاستعذنا بالله من قلوبنا سلم يا رب الله. إلى هذه الدرجة ترى الصورة قاتمة هي الصورة ليست قاتمة لكن المعاملات بين الناس يعني سبحان الله أبو ذر رضي الله عنه كان في سنة 36 هجرية يقول كان الناس وردا لا شوك فيه وصاروا اليوم وردا لا شوك فيه ده كان لسه يعني الطبعة الأولى طبعة الخيرية صحيح فما بالنا نحن الناس كإبل 100 لا تجد فيها راحلة الرسول كان يقول هذا صلى الله عليه وسلم راحلة يعني 1% أو يعني عليه الصلاة والسلام نعم. برغم ما تغلغلتم في الدار الآخرة وفي آيات العذاب وجهنم ودركات النار والعياذ بالله وأنواع وأشكال العذاب وطعام وشراب ولباس أهل النار وحالهم يوم القيامة وهم فيها خالدون أو لابثين فيها أحقابا وبرغم أنك لم تستطع إكمال دركات النار في أسد بن الفرات ونزلت واكتفيت بهذا وحتى إلى جانب الجنة إلا أن نراك باسم الثغر بشوش الوجه بهي الطلعة متبسط هكذا مقبل المتفائل مشرق على الحياة ما سر هذا؟ لأن الله عز وجل أكرمني وأكرم كل المشاهدين بنعمة الإسلام وكفى بها من نعمة دون أن أسأله أنا ما سألت ربي أن أكون مسلما أنا نزلت من بطن أمي مسلما فوجدت بين عائلات وأسر مسلم ومجتمع مسلم وتنقلت بين مسلمين وأذهب إلى كل مكان أشعر أن هذا أخي وهذه أختي وهذه أمي وهذا ابني وتلك ابنتي فالتفاؤل لأن الله سبحانه وتعالى يعني أرسل لنا يعني من يمثل الشرع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان إلا متفائلا ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما رؤي إلا بساما بين أصحابه ما قطب جبينه إلا إذا تركت حرمة من حرمات الله هكذا نقتفي أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن نتفائل وبالعكس أنا يعني أنا أشيع التفاؤل في من حولي لأنني أكره تقطيب الجبين يجب أن نكون نحن مفاتيح خير مغاليق شر والبسمة تفتح قلوب الناس طيب تفاؤل هكذا هل نحن بحاجة اليوم إلى الوعد الحق؟ نحن في أمس هذا هو الوقت الذي نحن في أمس الحاجة إليه إلى الوعد الحق كي
سوف تتكشف لنا أهوال غريبة أو عجيب من ما نفسره إن شاء الله من الكتاب والسنة، تري أنه يجب أن يتنبه الإنسان. لأن الخطيئة خطيرة في إيه؟ الناس نيام في الدنيا، فإذا ماتوا انتبهوا. العكس، فإذا انتبهوا ندموا، ولن ينفع ندم بعد العدل. يعني مثال، نفرض أنا الآن اسأل أي سؤال للإخوة المشاهدين وهم ونحن في أول يوم في هذا الشهر الفضيل، ولو يا فلان لو جاءك الآن قبل المغرب ملك الموت اخترق الباب وظننت أنه سائل، يعني فتح، تخيل يعني أنا ملك الموت، هل تذهب معه أم تقول له انتظر حتى يمر الشهر حتى أقل سعنا؟ طب مرت سنوات، مرت عقود، مر على كل واحد منا 40 و50 و60 عاما، فلماذا لم نتجهز إلى الآن؟ هذا هو مفاد الوعد الحق. نعم، تعليق فضيلتكم على هذا الاسم الوعد. والله هذا اسم يعني نعم الاختيار، لأنه من كتاب الله عز وجل، وحتى إن وعود الناس كلها للأسف إلا ما رحم ربي صارت كاذبة، ولكن الوعد الحق الحقيقي هو من الله سبحانه وتعالى الحق، وهو الذي سوف نراه حقيقة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الملائكة حق، وأن البعث حق، وأنك أنت يا رب الحق. فالوعد الحق اسم جميل واسم على مسمى، ولعل الله أن يسر لنا أن نوضح للناس حقيقة الوعد الحق بأمر الله تعالى. إن شاء الله. هنالك السؤال يعني على خاطري وفضيلتكم تتحدث، هو أن موضوع الدار الأخيرة كتب فيه مؤلفات كثيرة وعلماء أفاضل وإما أفاضل، الإمام القرطبي والغزالي عليه رحمة الله، والمؤلفات كثيرة يعني ربما أشد تأثيرا لا على قلوب الناس التذكرة للإمام القرطبي. لماذا اشتهرت فضيلتكم بهذا الموضوع هذه الشهرة الواسعة في هذا الزمن البسيط؟ أنا والله ندعو الله سبحانه وتعالى أن نكون من المخلصين. وأنا من أين جئت بهذه الأمور إلا من علمائنا الكبار هؤلاء الذين تركوا لنا هذا الخير الكبير، والذي ربما آثر به بعض العلماء أنفسهم، وما آثرت به نفسي، وإنما قلت لابد لي أن أوضح هذا الأمر للناس حتى يصير يعني ما عندنا من خير عند الناس بفضل الله سبحانه وتعالى. ونعم بالله. نعم. إذن فضيلة الداعي الإسلامي الكبير الدكتور عمر عبد الكافي، في موضوعنا الوعد بالحق سوف نتناول مجموعة من المحاور، منها مرض الموت و الوصية قبل مرض الموت، الوصية من الآن، الوصية يعني من الآن يعني يجب، لذلك سوف نسبق في الحلقات الأولى بالوصية في عندما نقول لأحدهم يعني أوصي يقول أنت تفول علي، أنت تتمنى للنهاية، تتمنى لا لا ينمن أحدكم إلا ووصيته عند رأسه، وربما يحبس الإنسان في العذاب مدة لأنه ما كتب وصيته قبل أن يموت. نقول أكتب وصيتي تقول الزوجة بعد الشر، لا 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 يجب أن يكتب الإنسان، لا ينمن أحدهم إلا وصيته عند رأسه. والقضية لما تتكلم مع موظف مسكين على الوصية يقول لك أنا ما عندي شيء، عمي الوصية لا تخص المال، المال ده أحد بنود الوصية، لكن الوصية موضوع خطير، لابد أن كيف وكم من أناس ضاعوا في الآخرة لأن كانت في وصيتهم مخالفة شرعية. إذن الوصية مرض الموت، علامات الساعة الكبرى. نعم. والصغرى، الصغرى الأول وبعدين الكبرى. نعم. البرزخ وبعدين لا نزع الروح، نزع الروح، نزع الروح. الموضوع ده موضوع كبير يعني. وماذا البرزخ؟ ثم البرزخ، عالم القبر وما فيه، وهل أهل القبور يسمعوننا، وهل يشعرون بنا، وهل تصلهم أخبارنا، وهل يتساءلون، وهل إذا جاءت روح جديدة إليهم هل يتنطبون. والبرزخ بالنسبة للذي تحطمت به طائرة والذي غرق في البحر فأكلته الأسماك، أين برزخه، أين قبره؟ هذه أمور يجب أن الناس تتساءل. والعذاب والنعيم الموجود به، والإسلام هو الدين الوحيد بفضل الله الذي يجيب عن أي سؤال، أي سؤال. ولكنك سوف نعترضك في هذه الإجابة فضيلة الشيخ. نعم. أنا أحتشد تماما لكي أعترضك في هذه الإجابة. يعني. نريد من المعترضين يعني المعترضين المحبين. بارك الله فيك. ونفخة البوق وعدد هذه النفخات. كيف أن الناس في النفخة الأولى، يعني كيف أن الله وكل ملكا سبحان الله ما ارتد إليه طرفه، يعني لم يغمض عينيه تماما كما وضح النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. كان يخشى أن يرتد إليه طرفه فيأمره الله بالنفخ في البوق، فصعق من في السماوات والأرض ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ماذا يقول ميكائيل وهو ينفخ البوق ساعتها، وهذه العظام المتناثرة والبقايا. إسرافيل، هو إسرافيل، إسرافيل الله عليه، إسرافيل نفخ البوق، فمنذ آدم إلى أن يرث الله المليارات هذه
تقوم البعث والنشور، البعث والنشور، ثم تطاير الصحف، ثم الحساب. نصب الحساب، نصب الموازين، وهل هو ميزان واحد أم موازين كثيرة؟ من الواقف عند الميزان ليعلن النتيجة؟ كيف أن كل إنسان يقف أمام الميزان ليوزن له عمله منفردا؟ كل شخص، كل بني آدم يقف، وكل امرأة يقف أمام هذه المليارات ليحاسب، والآدميون خلفه كل يشاهد ويسمعون، لا نحاسب في وقت واحد، لا 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 لا، تطول يوم طويل. كم ما أدراك ما يوم، ثم ما أدراك ما يوم الدين. يعني يوم الدين هذا يوم يعني سبحان أمر يفوق التخيل البشري. وتقترب الشمس من الرشد لأنها تركت مدارها، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، لا الشمس في مدارها ولا سبحان الله. نعم نعم. والصراط، الصراط وما عليه من عقبات، وعليه كلاليب كشوك السعدان، والنار مضروبة تحتها، وإن منكم إلا واردها، يعني كله عابر على الصراط، والعابرون على الصراط أقسام ثلاثة سوف نوضحها. وحوض الكوثر، ثم حوض الكوثر، والشاربون منه، اللهم اجعلنا والمشاهدين والمشاهدات من أهل من شرب منه إن شاء الله فقد رضي الله عنه. وهناك من يذودهم، تذودهم الملائكة عن حوض الكوثر، يعني تطردهم، فينهض النبي صلى الله عليه وسلم ليشفع لهم عند ربه، يقول الله يا محمد لا تفعل، إنك لا تدري ماذا أحدثوا من بعدك، إنهم رجعوا على أدبارهم القهقرة، فأقول سحقا سحقا لمن بدل وغير. عملوا نسخة جديدة من الإسلام على غير ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك الناس، النار وأنواعها، النار وما فيها من دركات، دركاتها السبع والعياذ بالله، جهنم والحطمة والأضاء والسقر والهاوية والسعير والدرك الأسفل وهي أسوأها، وكل نار تشتد عن النار التي فوقها بمئة ضعف، كل نار تشتد بمئة ضعف عن التي فوقها والعياذ بالله، وهي سوداء أم حمراء أم بيضاء، أوقد عليها ألف عام حتى أحمرت، ثم ألفا أخرى حتى بيضت، ثم ألفا أخرى حتى سودت، فيها سوداء كالليل البهيم، ذلك تحت الصراط مظلمة لا يضيء للمرء إلا عمله. الكلام اللي عايزين نوضحه، احنا مش كلام على الأخير عشان ننقل الناس للغيبيات فقط، لا، احنا نريد ان نؤمن بالغيب كما نؤمن بالغيب كما امر الله، ولكن نوضح ما الذي ينجينا من هذا الامر. يعني كيف اسير على الصراط؟ ثم النجون من النار، النجون من النار، واخر انسان ينجو من النار كما كلمنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. اذا هنالك في الامر انفراجه. طبعا طبعا. يعني بس النجون من النار كل مؤمن موحد مات وعليه ذنوب فلم يتب منها قبل أن 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 يموت يعني، نعم، فأخذ نصيبه في النار، ثم أخرجه من النار كل من قال لا إله إلا الله. ولكن الكارثة إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدوه، هنا المشكلة. يعني مش هو اليوم بألف سنة، ويقال في الآخرة بخمسين ألف، يعني إذا جلس يوما في النار لازم مسألة فالعبد لابد له من مراجعة حساباته، هذه خطورة الوعد. يعني ليس يوما كهذا الذي نعيش، يوما عند ربك، لا، أيامنا هذه انتهت، أيامنا هذه علشان الشمس والقمر خلاص انتهت. حتى أهل الجنة لما ربنا يكرمنا جميعا والعباد المؤمنون الموحدون يدخلوا الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى، الجنة ليست هناك سماء، سقفها عرش الرحمن، بس فانظر إلى كرم الله. لا توبة في جهنم، إذا ذهب العبد إلى النار يتوب. لا 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 لا. الإنسان يغلق باب التوبة عند ظهور أول علامة من علامات الساعة الكبرى، ولذلك خطورة الوعد الحق في هذا الكلام. الساعة الصغرى لما تظهر باب التوبة مفتوح، العلامات الساعة الكبرى عندما تظهر أغلق، لم تكن تنفع نفسا إيمانها، لم تكن آمنت، رفعت الأقلام وجفت الصحف، انتهى. يعني إذا الناس فجأة استيقظوا وجدوا الشمس من الغرب، أغلق باب العمل، غلق باب العمل طبعا، وفي الدنيا، في الدنيا طبعا. مش ربنا اعطانا علامات الساعه الصغرى عشان ننتبه؟ نعم. فخلاص اول ما تيجي اول علامه من علامات الساعه اغلق الباب، عامل زي ايمانه فرعون، امنت خلاص بالذي امن به الان وقد عصيت، اغلق الباب. والمسلسله بالضحك هذه يكلمنا عنها نبينا صلى الله عليه وسلم في آخر رجل يخرج من النار، ويكرمه الله يعني خطوة خطوة إلى أن يقربه من الجنة، وسوف يعني بإذن الله رب العالمين نكرم يعني أنفسنا المشاهدين بشرح هذا الحديث الذي سماه علماء الحديث، المسلسلة بالضحك لما رواه ابن مسعود ضحك. وأخيرا ينتهي بنا المطاف إلى الجنة،
وهذا لن نترك الناس ان شاء الله الا ان نوصلهم الى هذا المكان باذن الله، على الاقل قولا، وهم يعني عملا ان شاء الله باذن الله. الجنه وما فيها من حور والنور والاطيار والاشجار والانهار والنعيم المقيم، وكما وضحها صلى الله عليه وسلم: ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. موعد القيامه اقترب يا شيخ ولا لا؟ يعني اولا موعد القيامه اقترب من زمن، يعني الرسول قال: بعثت انا والساعة كهاتين، وقال: اقتربت الساعة. يسألونك عن الساعة ايان مرساها فيما انت من ذكراها. انت يا محمد علامة من علامات الساعة. كيف لا افهم كيف يسألونك عن الساعة في ايان مرساها؟ نعم، فيما، ويسموها علماء القراءات هاء السكتة. صحيح، يعني انت من ذكراها، انت يا محمد علامة من علامات الساعة. الله أكبر. هل هناك رسول بعد رسول الله؟ لا. أو دين بعد دين الإسلام؟ لا. أو كتاب بعد القرآن؟ لا. خلاص، نحن آخر الأمم. فضل الشمس تطلع من الغرب في إيه؟ على أي حال، هذه كانت بمثابة تمهيد واستعداد نفسي لنتعرف على جانبين مهمين. الجانب الأول الجانب الشخصي لفضيلتكم وما به من فكر، حتى نكون في وادي التقارب مع جميع السادة المشاهدين. ونحن ما تكلمنا عن الفكرة، كنت تكلمت معي عن الأولاد وتلك خير وبركة إن شاء الله. الفكر سوف يظهر في إن شاء الله بإذن الله في طيات البرنامج إن شاء الله، أن يكونوا معنا أيضا وهم مستعدون لبدء حلقات الوعد الحق من غد بأمر الله تبارك وتعالى. نعمل لهذا اليوم. شكرا. نحن نريد دعائهم لنا بالتوفيق في هذا وفي غيره إن شاء الله، ونحن ندعو لهم بظهر الغيب. ونعم بالله. بارك الله فيك. إذن مشاهدينا الكرام، مع لها دعوة من خلال هذا البرنامج مع الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، لنعمل لهذا اليوم، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، ليجزي الله كل نفس ما كسبت، إن الله سريع الحساب. نلقاكم في الغد إن شاء الله تبارك وتعالى في الساعة 4:30. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.